إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى الإخوان أنكم تكونوا بخير وعلى الخير إن شاء الله. مرحبا بكم في قناة إلكترونيات سيمو. اليوم الإخوان عندنا مشكفة المروحة الكهربائية نوع طوروس تروبيكانو. المشكل اللي مطرح فيها إخواني هو أننا تركبوا للبريز الدورة ديالها تدور ضعيفة بزاف. إذن خليكم معي إخواني، غادي نشوفوا إن شاء الله المشكل فين كاين والطريقة حتى كيفاش يمكن لينا نصلحوه. إذن كيف ما قلت لكم إخواني، المشكل اللي مطرح عندنا في هذه المروحة المنزلية هو أنها بعد ما تركبوا لها البريز، المشكل اللي مطرح فيها إخواني هو أنها تدور وإنما الدورة ديالها ثقيلة بزاف. إذن غادي نركبوا لها البريز إخواني، لاحظوا معايا الإخوان، هي تدور فعلا أنها تدور، إنما الدورة ديالها ضعيفة بزاف، يعني ما غادي كنستافدوش من الريح ديالها. إذن خليكم معايا إخواني، اليوم إن شاء الله غادي نفتحوها وغادي نشوف المشكل فين كاين وكيفاش الطريقه كيفاش يمكن لينا نصلحها. اذا كل ما تنقوموا به اخواني هو غادي نحلوا هاد لي فيس اللي كاينين هنا. كاين عندنا 5 ديال لي فيس من نوع فيليبس، غادي نقوموا بالفتح ديالهم ان شاء الله. وهذه مناسبه اخواني اننا نعرفوا المكونات الداخليه ديال المروحه منش كتكون، كل بياسة عفوا لاش كتصلاح، ونعرفوا المشكل كيفاش يمكن لينا نحلوه. غالبا اخواني المشكل ديال انها تدور ضعيفه تيكون مطروح، يعني اما خاصها واحد شويه ديال النيتواياج. حنا غنشوفوا اذا كان المشكل ديال النيتواياج غادي نيتوايو، كان مشكل اللي مطروح حاجه اخرى غادي نعرفوها كاملين اخواني. اذا بعد ما فتحنا الفونتيلاتور ديالنا اخواني، كنلاحظ انا بان الموتور هو مطلوق مزيان، غير هو يعني ما محتاج لا زيت ولا والو. غادي نحاول انني نحيد هاد لي بوشون هذا ونجبد عندي الفونتيلاتور. احنا حيدنا هذا الفونتيلاتور اخواني، كنلقاو هنا الموتور. لاحظوا معايا اخواني بان الموتور راه مطلوق، يعني ما خاصو لا زيت لا والو. نشوفوا لي زورغان اللي كاينين عندنا، هما عناصر اللي هي بسيطه بزاف. اشنو عندنا اخواني؟ عندنا واحد لو كوندونساتور ديال ديفازاج، اي فونتيلاتور تتكون تتحتوي عليه. هذا تا هو من اهم المشاكل اللي كتخلي الفونتيلاتور انها تدور ضعيفه، حنا مازال ما متيقنينش. وعندنا هذا سيليكسيونور اللي تيعطينا لا بروميير فيتاس و لا دوزيام فيتاس. اذا الموتور هو مطلق مزيان اخواني، ما عندناش فيه مشكل. اذا ما بقى لينا الا اننا نشوفوا هذا لو كوندونساتور ديال الديفازاج واش راه مازال مزيان، والطريقه باش غادي نعرفوا اخواني واش راه مازال مزيان او لا ضعيف. غادي نحاولوا نبدلوه ان شاء الله الرحمن الرحيم ونشوفوا واش يعني القوه والسرعه ديال المروحه ديالنا واش غادي تدور مزيان ولا غادي تبقى تقل ديالها. لان غادي نحاول انني نكوبي اخواني من هنا وغادي نشوف الا كاين عندي هنا واحد اخر، غادي نحاول انني نبدلو بواحد اخر ان شاء الله. اذا اخواني كيف ما قلت لكم قبيله، غادي نحاول انني نبدل هذا لو كوندونساتور ديال الديفازاج بهذا اخواني، وغادي نشوف
السرعة ديال الموتور واش راها غادي تغير ان شاء الله او لا غادي تبقى في يعني تبقى نفس السرعة ويبقى تبقى الدورة ديال الفونتيلاتور ديالنا ثقيلة. اذا كل ما غادي نقومو به يعني بالنسبة لهذا الكوندونساتور راه تيتسميو دي كوندونساتور نون بولاريزي. شنو هي نون بولاريزي؟ يعني كيف مركب تيركبتي هذا الخيط مع هذا او لا هذا مع هذا راه ما تيوقعش يعني مشكل. مازال غادي نهضر على دروس في الالكترونيك اخواني ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نحددوا كل عنصر او لا كل يعني كل بياس الكترونيك وغادي نهضروا عليها يعني ان شاء الله مزيان ونعرفوا مناش كتكون وكيفاش كتستعمل والطريقه كيفاش كتصرف في البلاك الكترونيك. كل شيء هادشي ان شاء الله مازال غادي نشوفوه في القناه ان شاء الله اخواني. اذا كيف ما قلت لكم اخواني يعني باش ما نخلطوش المعلومات نخليونا غير في المشكل ديال المروحه. احنا ركبنا هاد لو كوندونساتور ديال الديفازاج يعني كل ما غادي نقوموا به ان شاء الله احنا ركبنا هاد لي بين هذا كل واحد في المكان ديالو. قبل ما نفيكسيوه في المكان ديالو غادي نحاول انني نجرب وغادي نشوف واش تغيرت السرعه ديال الموتور واش ولا الموتور مجهد يعني يعني تبدلت السرعه بالنسبه لهذا اللي كان عندنا قديم. اذا كل ما غادي نقوم به اخواني هو غادي نركب يعني البريز هنا وغادي نشوف الموتور واش ولا تيدور بسرعه اكبر. هنا ما تيبانناش اخواني واش تيدور لان ما كاينش الفونتيلاتور. اذا غادي نقوم يعني غادي ندير الفونتيلاتور في المكان ديالها وهنا غادي يبان ليا واش الفونتيلاتور ديالي يعني زادت القوة ديال الدوران ديالها ولا مازال كيف ما كانت المرة الأولى. إذا لاحظوا إخواني ها الفونتيلاتور ولات دابا ولات عندها قوة مزيانة مبقاتش كيف ما كانت المرة الأولى. هذه لا فيتيس 1 دابا غادي نشوفوا الفيتيس الثانية اذا هانتوما كيف ما كتلاحظوا اخواني هالامور ولات ولله الحمد مزيانه. ما بقى لينا دابا اخواني الا اننا غادي نفيكسيو هذا الكوندونساتور في المكان ديالو عندو فيس اللي هو عادي فيس فيليبس هو عادي. اذا ها الكوندونساتور خدا المكان ديالو وردو الكوفر ديالنا كيف ما كان المره الاولى. نتمنى اخواني انني نكون يعني عطيتكم يعني واحد الفكره ولو بسيطه على الطريقه باش يمكن لينا نصلحوا المروحه الكهربائيه وهذا المشكل ديال انها تدور يعني ولكن تدور ضعيفه. وتكونوا استفدتوا معايا في هذه الحصه. شكرا على التتبع ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.